الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. العوامل المؤثرة في بناء الفرد ثلاثة، وكل واحد منا هذه الشخصية التي نحملها الآن. هذه الشخصية وليدة تفاعل معين بين هذه العوامل الثلاثة. العامل الأول الوراثة. طبيعة الأب وطبيعة الأم وطبيعة الجد والجدة، بل طبيعة الأجداد والجدات، هذه تنتقل ولو على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة، تنتقل إلى أبنائهم. الأبناء كما يرثون من آبائهم وأمهاتهم الخصائص البدنية، اللون والطول والعرض وما أشبه ذلك، كذلك يرثون الخصائص الروحية. فالعامل الأول هو عامل الوراثة. العامل الثاني عامل التربية. كيف ربى هذا الأب أبناءه؟ كيف ربت هذه الأم أولادها؟ من اليوم الأول على ما بنوا أمرهم، في الرواية المعروفة الإمام صلوات الله عليه سأل ذلك الرجل: على ما بنيت أمرك؟ الأب شلون بنى أمره في التعامل مع هؤلاء الأولاد، والأم كيف بنت أمرها في التعامل مع هؤلاء الأولاد؟ شنو هو المنهج؟ ما هي الطريقة؟ ما هو الأسلوب؟ هذا يطلق عليه التربية. الوراثة أولا والتربية ثانيا، والعامل الثالث عامل البيئة. البيئة التي نشأ فيها، المدرسة التي درس فيها هذا الطفل، الأصدقاء اللي عنده، الجماعة المحيطة به، هذه كلها يطلق عليها البيئة التي نشأ بها هذا الطفل. الشيء اللي يمكن أن يقال إن أهم هذه العوامل الثلاثة مو عامل الوراثة ولا عامل البيئة، مؤثران هذان العاملان بلا إشكال،
ولكن لعل أهم هذه العوامل الثلاثة عامل التربية. الوراثة تخلق اقتضاء. اقتضاء يعني شنو؟ يعني هذه البذرة التي ترونها والحصاة التي تشاهدونها، نواة التمر وحصاة، شنو الفرق فيما بينهما؟ الفرق أن الحصاة ما فيها قابلية، الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد في عرفهم، هاي الحصاة ما فيها قابلية، إذا تخليها في التربة خليها 100 عام لا تنبت. ولكن هذه النواة، نواة التمر فيها قابلية، تخليها في الأرض الملائمة فتتحول إلى نخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الوراثة مجرد استعداد، مجرد قابلية، مجرد قوة. قوة يعني شنو؟ يعني قابلية. إذا الأب والعياذ بالله كان بخيلا، الابن عادة تكون فيه مصفة البخل، قابلية البخل، توجه، استعداد. إذا الأب كريم، الابن لا توجد فيه صفة الكرم، وإنما توجد فيه قابلية الكرم، قابلية، استعداد، مثل هذا الاستعداد اللي تجدونه في البذر. اللي يحول هذا الاستعداد إلى فعلية، هذا الوجود الذي هو بالقوة، الشيء الذي يحوله إلى وجود بالفعل هو التربية. لذلك واحد قد يكون أبوه لا يحمل صفات خيرة، ولكن عندما يعيش في محيط تربوي جيد، أبوه يربي تربية جيد، أمه تعتني بهذا الجانب، يعني تعتبر أن هذه القضية مسؤوليتها، هذا هو المنطلق. الفرق، الأب يشعر أنه مسؤول عن توفير طعام أبنائه، يشعر بذلك. بداية كل شيء الشعور، يشعر أو ما يشعر. الأب يشعر أنه اليوم الظهر عندما يجي للبيت ما يمكن أن يعود بيد خالية، الأطفال ينتظرون منه الطعام، يذهب ويعمل ويكدح حتى يحضر الطعام، ما يتمكن يوم يجي إلى بيته يقول أنا ما حصلت على شيء، يعني وجدانه لا يسمح له بذلك، يشعر بأنه مسؤول من الناحية المادية. الأب إذا يشعر أنه مسؤول من الناحية الروحية أيضا، مو فقط قضية طعام وشراب، عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله. مو فقط القضية أكل وشرب، الأهم من ذلك وقبل كل ذلك، هذا الابن كيف ينشأ؟ هل ينشأ وليا من أولياء الله؟ أو ينشأ عدو من أعداء الله؟ هل ينشأ، في رواية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، رسالة الحقوق؟ وحقيقة ضروري أن تقرأ هذه الرسالة. شنو الحقوق؟ حق الأب على الابن شنو هو؟ حق الأم على الابن شنو هو؟ حق الأبناء على الآباء ما هي؟ حق السلطان على الرعية، حق الرعية على السلطان. وأما حق ابنك أو ولدك، الولد يشمل الابن والبنت، يعني من ولد منك، وأما حق ابنك أو حق ولدك فأن تعلم أنه مضاف إليك. هذا ابنك، هذا ما يمكن تتملص منه،
إذا خير هذا ابنك، وإذا شرير هذا ابنك، والعياذ بالله. الإنسان يشعر أنه مسؤول عن هذا الابن وعن هذه البنت، أنه ابنه وأنه بنته. إذا كان هذا الشعور، إذا كانت هذه التربية، إذا كان هذا التوجه، الابن حتى إذا فرضنا أن العوامل التربوية عوامل غير مساعدة، العوامل الوراثية، ولكن هذه التربية تنشئه نشأا ونشأة صالحة. أبو بكر معروف لديكم، ومعروف توجه تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومعروف مواقفه تجاه علي صلوات الله عليه وتجاه فاطمة صلوات الله عليها. مو احنا نقول، في كتبهم مكتوب، في البخاري مكتوب موقف فاطمة صلوات الله عليها تجاهه. المفروض ان هذه الروحية تؤثر في اولاده، ولكن تجد محمد ابن ابي بكر، محمد ابن ابي بكر مع انه ولد من هذا الرجل، ابن هذا الرجل، من صلب هذا الرجل، من صلب هذا الرجل، ولكن شتان ما بين الاب وما بين الابن. فاين الثريا؟ واين الثرى؟ واين معاويه من علي؟ ذلك الموقف الذي كان له في صحيح البخاري، مو في الكافي، في صحيح البخاري. لاحظوا موقف فاطمة صلوات الله عليها، وموقفه تجاه الزهراء صلوات الله عليها. يعني مو شيء احنا نقوله، هم قائلين هذا المطلب، ولكن هذا الابن تجده مو فقط من شيعة علي، مو من الشيعة، مو فقط من أولياء علي، إن صفو من حواري علي. حواري، أنا سمعت أحد العلماء كان يقول حتى مالك الأشتر، مالك الأشتر بعظمته بمكانته، وما أدراك ما مالك، تلك الشخصية العظيمة ما كان من الحواريين. مالك الأشتر اللي الإمام يقول وما أدراك ما مالك، ولكن مالك ما كان من الحواريين، مالك مو من الحواريين، ولكن محمد ابن أبي بكر من الحواريين، من حواري علي صلوات الله عليه. ليش؟ لأنه من صغر تربى في حجر علي صلوات الله عليه. الإمام رباح، الإمام نماح، الإمام أنشأه، وكان الإمام يعتبره مثل ابنه. كان يقول كما في الرواية محمد بن أبي بكر ولدي، محمد ولدي ولكن من صلب أبي بكر. من الناحية البدنية خرج من ذلك الوعاء، ولكن من الناحية الروحية هذا ولدي وابني. عندما بلغه خبر وفاته، الإمام كما ورد في الروايات تأثر تأثرا شديدا، وتأثر، أخذوا محمد بن أبي بكر ووضعوه في جلد حمار وأحرقوه في تلك القضية المعروفة. الإمام تأثر تأثرا كبيرا، فقيل له لماذا تتأثر؟ فقال إنه كان لي ربيبا، هذا ربيبي أنا ربيته، وكان لي ابنا وكنت له والدا، وكان لأبنائي أخا. يعني لاحظ التربية شلون تأثر، التربية تخرج الحي من الميت، والتربية تخرج الميت من الحي. لا
نأتي إلى ظلال هذه الآيات المباركات حتى تشوف كيف يربي الأب والأم الأولاد. شنو هي مجالات التربية؟ على ماذا نربي أبناءنا؟ الآيات الكريمة تتناول هذه المجالات. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال لقمان لابنه. من هو لقمان؟ لقمان نبي من الأنبياء؟ لا. إمام من الأئمة؟ لا. كما ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقمان رجل عادي، رجل عادي. هذا في الروايات موجود. كان رجل حبشي من الحبشة، أسود وجهه مظلم ولكن قلبه منور. في الروايات: أحب الله فأحبه، كان يحب الله فأحبه الله. رجل أسود زنجي حبشي غليظ المسافر، يعني شفته غليظة، ولكن هذه الأشياء مو عار، هاي الأشياء مو قيم، نحن خدعنا أنفسنا بهذه القيم. الجمال مو مطروح عند الله سبحانه وتعالى كمقياس للتفاضل. البلد الفلاني والأمة الفلانية والدولة الكذائية والعمل الفلاني والثروة، هاي مو ملاكات عند الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. ما يتمكن واحد يحتقر واحد لأنه أسود أو لأنه فقير أو لأنه يعمل في جمع القمامة، لعله يكون أقرب عندي من الله، أو لأنه من البلد الكذائي. هاي مو مقياسات عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في يوم من الأيام لقمان نايم، وإذا به قاعد يسمع صوتا يقول له هذا الصوت: هل تحب أن تكون حاكما تحكم؟ ملك من الملائكة. فقال لقمان: إذا أمرني ربي فنعم، إذا الله يؤمر ماكو مناص من أمر الله تعالى، ولكن إذا الله ما يؤمرني أختار العافية. إذا وظيفة بعد مجبور واحد، ولكن إذا مو وظيفة الإنسان يختار العافية أفضل له. فنام فألقيت الحكمة في قلبه، ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا لقمان، وإذ قال لقمان لابنه، يخاطب ابنه، ما يترك ابنه. أكو بعض الآباء ما عندهم علاقة بأبنائهم، غلط هذا المنطق. الأب يجب أن يحاور ابنه، يتكلم وياه، يسأل أحواله، يوجهه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، موعظة، مو فقط الواعظ يعظ فوق المنبر، هذا جزء من القضية، ولكن قبل ذلك الأب يجب أن يكون واعظا، الأم يجب أن تكون واعظة. التشيع كيف وصل إلينا سابقا؟ ما كانت هذه الأشياء؟ لعل من أهم العوامل تربية الآباء للأولاد والأمهات للأولاد. زين، المجال الأول: يا بني. بني كلمة تصغير
مرة تقول ابني، مرة تقول بني تصغير. تصغير قد يأتي للتحقير، وقد يأتي لا للتحقير وإنما لبيان العطف والإشفاق وبيان الرحمة. أحيانا في كلماتنا المتعارفة الأسماء تصغر تصغير للدلالة على الحب والود والشفقة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المجال الأول وهو أهم مجال، مجال المعرفة الإلهية. الابن يجب أن يعرف ربه. من الذي يعلمه ربه؟ أنت تعلمه ربه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بين له المبدأ. وبعد آيات يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. المبدأ والمعاد. عدنا يوم آخرة، عدنا يوم قيامة. إذا حب من خردل، الخردل نبات حبه صغير جدا، أسود صغير يضرب به المثل في الصغر. هذه حبة الخردل إذا تكن في صخرة، صخرة مثمتة، ولكنها لا تعزب عن علم الله. أو تكن في السماوات أو تكن في الأرض ولكن لا تخفى على الله تعالى، يأت بها الله إن الله لطيف خبير. بين له المبدأ وبين له المعاد. أنت أيضا تبين له المبدأ، تبين له المعاد، تبين له الإمامة. من هو إمامه؟ أنت تبين له من هو إمامه ومن هو إمام زمانه. في الآية ولقد آتينا لقمان الحكمة، في الرواية ورد معرفة إمام زمانه، وإمام زمانه كان داود صلوات الله عليه. واحد يبين له، لا تكون هنالك ميوع عقائدية. المؤمن يجب في المجال العقائدي أن يكون حديا، ماكو تعارف. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أمرا، قال أسجد لآدم، قال ما أسجد. الله ما اتخذ منه إلا الموقف الحدي، إما تسجد وإلا تخرج منها مذموما مدثورا. وفي آية أخرى وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ما يمكن المسائل العقائدية تكون مسائل مائعة. الابن من بداية نموه وهو صغير، عمره سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، يجب أن يفهم من هو عدو الله ومن هو ولي الله. هو ميوع لا يعرف، لا يعرف أعداء الله ولا يعرف أولياء الله. الخطيب فوق المنبر يقول من لم يحج، مضمون الرواية، من مات ولم يحج يقال له عند موته مت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا. فيتعجب بعض الحاضرين، شنو اليهودي والنصراني مزيا حتى يقال له مت عند موتك يهوديا أو نصراني؟ هاي ميوعة عقائدية يجب أن يكون واضحا، يجب أن تكون له رؤية. المجال الأول المجال العقائدي. يا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. المجال الأول المجال العقائدي، مجال المعارف الإلهية. المجال الثاني مجال الأحكام.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعلمه أحكامه، يعلمه صلاته وصومه. الآن الفجر على ما هو مكتوب في الساعة الثالثة وثلاثة عشر دقيقة، تطلع الفجر على ما يذكرون، وإذا واحد يحب يحتاط يحتاط بدقائق، واحد يقوم أولاده يعلمهم. قبل الظهر عندما تطلع إلى المسجد جيب ابنك للمسجد يتعلم الصلاة، ليجي قل له بعد شوية الآن يوزن قوم توضأ، لأنه الوضوء ينبغي أن يكون قبل الوقت. إذا واحد دخل الوقت وهو غير متوضئ يظهر من الروايات أنه لم يوقر الصلاة، هذا خلاف احترام الصلاة. قبل الأذان واحد يتوضأ استعدادا لأمر الله، كل الآن الوقت سوف يدخل، قم توضأ صلي، شجعه شوقه بالمنطق باللين بالدليل بالإقناع. واحد يعلم على صلاة الصبح، على صلاة الظهر، على الأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعلم على أحكام دينه، يعلم على كيفية الوضوء، أخذ ابنك وياك وعلم كيفية الوضوء، علمه كيفية الصلاة. لا يكتشف بعد 20 عام أن أرسالك كلها كانت باطلة ووضوءك كله كان باطل وأعمالك كلها كانت باطلة، يعني الصلاة وما أشبه. يعلمه الأحكام. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، كان المرجع الأعلى في زمانه، عنده وصية هواية حلوة. هذه الوصية كاتبين في أحواله، يقول في وصيته عند موته ذكر هذه النقطة، أنه كل ليلة من أموالي من تركتي، أنا ما شايف هذه الوصية في وصية أحد من المؤمنين أو العلماء أو الأخيار، أنا ما شايف ما أنفي، ولكن حقيقة خوش التفاته. كل ليلة يطبخوا طعام واجمعوا كل أولادي وأحفادي، يتعشون ويتذاكرون الفقه لمدة ساعتين كل ليلة أو كل يوم، يتعشون الأولاد والأحفاد ويتذاكرون الفقه، يتعلمون المسائل الشرعية، يتعلمون أحكام دينهم. في قصص العلماء كاتب أنه إلى هذا اليوم كل أولاده فقهاء وكل بناته فقيهات. ما المانع أن تكون المرأة فقيهة؟ زينب صلوات الله عليها ما كانت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، ما ينقل أنها كانت تفسر القرآن للنساء. ما المانع أن تعرف المرأة تفسير القرآن وتفسر القرآن للنساء مع حفاظها على حجابها وعفتها وحشمتها؟ تعليم أحكام الدين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الدائرة الأولى المعارف الإلهية، الدائرة الثانية الأحكام الشرعية، الدائرة الثالثة والرابعة الأخلاق والآداب. ما عندنا مجال للتفصيل. الأخلاق ملكات باطنية، الآداب هيئات يظهر في شكلها العمل. واصبر على ما أصابك صبر من الأخلاق، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصحر خدك للناس، لا تمل بوجهك عنهم لأنه عندك شوية علم أو عندك شوية أموال وثروة. ولا تمشي في الأرض مرحا متكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور،
واقصد في مشيك على كيف تمشي، لا تسرع ولا تبطئ، قصد في حد الوسط، هذا من الآداب. واغضض من صوتك على كيف تحكي، هذا من الآداب، هذا مو من الأخلاق. الأخلاق ملكات باطنية، الصبر، الشجاعة. أما أسلوب المشي الحياتي هذا يسموه آداب. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واحد يعلم أولاد الآداب، عندما تقعد على المائدة تبدأ شنو آداب شرب الماء، شرب الماء. ذاك الرجل قال حتى شرب الماء له حد؟ قال نعم، شرب الماء له حد، له أدب. قبل أن تبدأ بشرب الماء تقول بسم الله الرحمن الرحيم. علم ابنك عندما تجلس على المائدة، قل له قول بسم الله، في ثواب، في جنة. تتعلم هذا من صغر. قبل أن تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا وحين تنتهي تقول الحمد لله رب العالمين في شرب الماء. في الليل عندما تشرب الماء تقعد، في النهار عندما تشرب الماء تكون قائما. تشرب الماء بثلاثة أنفاس مو بنفس واحد، تشرب شنو مقدار حاجتك تقطعه إلى ثلاثة أقسام كما يفسر بعض العلماء هذه الرواية. ثلاثة أنفاس مو نفس واحد، هذا حتى من الناحية الطبية مضر النفس الواحد. وتتلذذ بشرب الماء. لاحظ التعاليم الشرعية، الآداب الشرعية، تتلذذ. واشكل تشرب الماء، نعمة الله، تشرب الماء، تلذذ بذلك. وبعد أن تنتهي من ذلك تذكر الحسين صلوات الله عليه وأهل بيته وتلعن قاتليه وظالميه. هذه بعض آداب شرب الماء. المائدة لها آداب، النوم إلى آداب، المشي إلى آداب، اللبس إلى آداب. اللبس يعني لبس الملابس، موجودة في كتاب مرآة الكمال. تأخذ كتاب مرآة الكمال اشتري، انتوا تعملون بهذه الآداب وتعلمون أولادكم. اقرأوا كتاب الآداب والسنن، هذا الكتاب يحتوي على الآداب للإنسان التي تنفعه في دينه ودنياه وآخرته. الأولاد والبنات إذا بقوا بلا برنامج، إذا بقوا بلا توجه، الشيطان يذهب بهم بعيدا. إن الشباب والفراغ والجدح مفسدة للمرء، أي مفسدة، أو مفسدة للمرء أي مفسدة. واحد يتوجه إليهم، يعلمهم، يدخلهم في الدورات لتعليم القرآن، لتعليم الأحكام الشرعية، عسى إن شاء الله الله يجعل منهم ذرية صالحة تقر بهم أعيننا وأعين آبائنا وأمهاتنا، ويستمر ذلك إن شاء الله جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.